اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش شيش طاووق بمايونيز الثوم والحبهان. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. رجعنا من الفاصل وهنشوف مكونات الساندويتش. شيش طاووق او فراخ متقطعه مكعبات شيش طاووق، زبده، مايونيز، كمون، بودرة حبهان، بودرة ثوم، ورق كزبرة خضراء، وشوية فلفل أخضر مشويين، وشوية طماطم برضو مشويين طبعا، وملح وفلفل معانا. الأول هنسخن شوية زيت، نحط عليهم رشة ملح، بعد كده زبدة، نحط الفراخ، بعد كده نجيب المايونيز، نخلطه مع بودرة الثوم، بودرة حبهان، والكمون. نحط الفلفل المشوي، والطماطم، رشة ملح وفلفل، ورشة بودرة ثوم. بعد كده نحط ورق الكزبرة. نجيب العيش، ندهنه بمايونيز،
رشه كمون اخيره كده. الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش شيش طاووق بمايونيز التوم والحبهان. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل عصير عنب بالموز. المكونات: عصير عنب، موز، بودره كريمه، وايس كريم فانيليا. نحط الموز الاول. عصير العنب. ايس كريم. بودرة الكريمة. نقفل ونخلط. تمام. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير موز بالعنب، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.